ماجنوم دان. واحد ماجنوم دان. الفكرة كانت موجودة قبل، والأحداث اللي صارت والقصص اللي صارت بالبلد يمكن دعمت شوي هالفكرة، بس إنه بعض الناس بينقال إنه عم تتاخد على صعيد سياسي أو نحن إنه استغلينا السياسة. هي الفكرة انوجدت وتكونت عنا واندعمت من بعد هذه الشغلة. بدي ساندويتش ماجنوم وعلبة شرشف. وفكرة المحل انه هي كثير عجبتنا كمان، انه اسلحه ما اسلحه. اول ما فتح المحل فكرنا انه ببيع سلاح او شيء، بعدين تبين لنا انه لا، طلع مطعم بس سندويشات، وسندويشاته كثير طيبين. يلا ماجنوم.